بقيت جاسوس يا ابن المفروخة. لازم اتعلم لغة المخابرات. هو غبي مسافر العجمي ولا ايه؟ انا معامل انه ذكي. فين كمان تشوف ابنك وهو بينافس رأفت الهجان وجمع الشوان وصلاح الغلط؟ هذا بتاع الحركات. لازم تعرفوا مين هي المعلمة مفاخر الشحات. سمعني يا ابن سلام ماما نجوى. بس خد بالك يا سعيد، العملية لازم تتم في سرية تامة. هوبا دخلت على الراجل الكبير في مكتبه، راح قايم مفزوع من مطرحه. دي المكنة بتاعت الكذب، شفتها في المسلسل بتاع رأفت الهجان. سعيد، بتحب الرئيس مبارك؟ لا. عملية صغيرة لمعالي مراتي عشان تفتح. انت مش قلت انها خالصة؟ اشمعنى يعني معالي زايد عملت لها العملية على حسابكم ولا ايه؟ عشان مرات عادل امام. انا اتسرقت يا موزس، حتى السبرتاية سرقوها. يا محسن بيه، البلد كلها شعرهم اصفر وعينيهم خضرة. يكونش قصدك ان جون دارك ده شعره اخضر وعينيه صفرة؟ صباح الفل يا كبير، منور الدنيا. لوحدك وقصير ولا طويل كله محصل بعضيه. هات امي اللي هتعرف مين هو سعيد حركات.